مشاهدي محمد البريس السلام عليكم. بمناسبة عاشوراء ينظم نادي فضاء ابن خلدون بتعاون مع أحد المحسنين وفاعلين سياسيين بالمحمدية أمسية فنية لفائدة أطفال المدارس داخل المدينة. إليكم ربورتاج شالي. إذن معنا مصطفى حركات من الناس اللي ساهموا في هذا الحفل هذا ديال عاشوراء. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا نشكر الإخوان الصحفيين على مواكبتهم لهذا الحفل. إذن بالمناسبة ديال عاشوراء حنا كنحتفلوا كغرفة ديال الصناعة التقليدية جهة الدار البيضاء الكبرى من طبيعة الحال بأبناء الصناع ديال المدينة المحمدية وسكان مدينة المحمدية بالمناسبة ديال عاشوراء. هذه المناسبة اللي في حقها اللي هي غالية عنا وحنا اللي بغينا نحيوها كباقي المدن بحال مدن مدينة السلام، مدينة مراكش، مدينة فاس، اللي كلهم تيحيوا بهذه المناسبة بمناسبة ديال عاشوراء. فحنا ارتئينا أن حنا هذه المناسبة هذه نحيوها في مدينة المحمدية. أولا نديروا هذا الحفل للأطفال، ثانيا كما ارتئيتم أننا حنا في باب القصبة، فحنا عندنا واحد مجموعة ديال العارضين اللي الآن تيعرضوا مجموعة ديال الفواكه اليابسة وكذلك الملابس ديال الصناعة التقليدية. وفي يوم الختام إن شاء الله يوم الاثنين غادي يكون عندنا يوم حافل اللي غيكون فيه فوكلور كله من الصناع التقليديين، كذلك من طبيعه الحال انه فوكلور ديال احواش ديال اقله ديال عبيده الرماق. وكذلك غيكون عندنا المفاجاه الكبرى هو بابا عاشور اللي كانت كتفتقروا مدينه المحمديه منذ سنين. بابا عاشور اللي غادي يدير واحد الدوره في مدينه المحمديه، وغادي نزوروا كذلك دار الايتام الاطفال الصغار اللي حتى هما غادي نقدموا لهم الهدايا بهذه المناسبه هذه اللي غتكون عندنا كما قلنا هي مناسبه غاليه عندنا. اذا فالحفل غيكون عندنا هذا الاسبوع كامل ان شاء الله فانطلاقا من هذا اليوم. وكنشكروا الاخوان اللي ساهموا في هذا الحفل، السي حسن اللي اول من ساهم معنا في هذا الحفل وهو صاحب الفكره، وكذلك من ساهم معنا من قريب او من بعيد، وكذلك السلطات اللي تا هما كيساهموا معنا، والسيد العامل بصفه خاصه الذي يواكب معنا منذ المجيء ديالو الى مدينه المحمديه وهو ساهر معنا على هذه المناسبات ويدعم الصناعه التقليديه ويدعم ابناء الصناع التقليديين وساكنه المدينه المحمديه في هذه المناسبات. اذا بهذه المناسبه باسمي وباسم الصناع التقليديين ديال مدينه المحمديه كنقدموا له الشكر وكذلك كل من ساهم من قريب ومن بعيد وشكرا. نعرف الشعور ديالك وان الاطفال قدامكم وفرحانين، يعني الشعور ديال مصطفى حركات هو كيف فرح الوليدات هذا؟ كيف ما جاء في الكلمة ديالي فهو السرور سرورين، أولا السرور المناسبة ديال بابا عاشور أو العواشر، والسرور الثاني وهو تواجدي مع أطفال أبناء مدينة المحمدية بصفة عامة. فالآن فالتفتة ديالنا بعد المعرض ديال الصناعة التقليدية للصناع التقليديين مدينة المحمدية، فالتفتة اليوم لأبناء الصناع التقليديين بهذه المناسبة في هذه المدينة. وإحنا الآن فانطلقتنا وهمومنا كله منكب إلى سكان مدينة المحمدية وأبنائهم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم ديالك والصفه؟ بوعبيد عبد الخالق، رئيس نادي فضاء ابن خلدون للمسرح. في اطار لقاء اليوم؟ اطار لقاء اليوم هو لقاء داروا النادي بمناسبه ديال عاشوراء، المناسبه اللي كتدخل الفرحه والسرور على وهذا. فالنادي مع بعض المحسنين ديال المدينه جاتهم الفكره باش ينظموا واحد الحفل ويفرحوا الدراري الصغار، خصوصا الدراري اللي حدانا هنا في المدارس، غالبيتهم الدراري اللي كي اطفال وتلاميذ اللي كيعانيوا شويه من الفقر ومن الهشاشه وهذا. فشفنا حنايا شفنا اننا لماذا لا ندخل السرور والفرحه على هاد الاطفال بهذه المناسبه هذا، ورسينا باش ننظموا هذه الامسيه هذه باش يعني نجيبوا اطفال والامهات والاباء ديال هاد الاطفال ويشاركونا هذه الامسيه وهذا الفرح وهذا الفرحه وهذا،
وفي خلالها غادي ان شاء الله نوزعوا دوك القشيوشات ديال الدراري الصغار اللي كيتشراو في هذا، انا غادي نوزعوها والعاب وهذه غنوزعوها لهاد الدراري الصغار هذا مجانا باش حتى هما يحسوا بهاد المناسبه هذه. الابتسامات ديال الاطفال كي كتشوف يعني في الاوجه ديال محيا الاوجه ديال واه انت دابا كتشوف راه هادشي مباشر، كتشوف ها هي القاعه تبارك الله راه عامره بالاطفال، انت كتشوف التنشيط العمليه ديال التنشيط اللي دايرين دابا. مهم كاين اجواء جميله واجواء اللي فيها الفرحه، احنا ليسونسييل عندنا هو لو سورير هذاك الابتسامه ديال الطفل. مدرسة يعني المؤسسة كتقرا فيها؟ خمسة. شنو الشعور ديالك وانت كتحتفل مع الأطفال هنا في دار الشباب؟ فرحان وعزيز عليا كثير دار الشباب. ماما وبابا تنشكرهم مني جاوبني هنايا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالك؟ نعيمة. المدرسة كتقرا فيها؟ عبد الواحد المراكشي. الشعور ديالك وانت كتحضر لدار الشباب وكتشتغل مع الاطفال بعاشورة؟ انا فرحانة لهذا الشيء اللي كيديروا هاد الجمعية، وفرحانة بزاف بهاد بيوم عاشورة، وكنتمنى لهاد الجمعية التوفيق ان شاء الله. الشعور ديالي انا فرحانة بزاف وكنتمنى هاد الجمعية تبقى ديما محلولة. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. الاسم ديالك؟ الاسم ديالي زين الدين الشعيبي. زين الدين، بغينا نعرفوا يعني الشعور ديالك وانت كتحضر مع الطفل ديالك للحفل عاشورة. الشعور ديالي زوين بزاف وفرحان للدريرات وليدات الصغار لمدينة المحمدية، فرحانين بزاف بهاد المناسبة يعني اللي كيتبرعوا بها الناس ديال دار الشباب بالمحمدية، وحنا فرحانين معاهم الوليدات الصغار، فرحانين معاهم بزاف. كلمه لهذا النادي وهذا الناس المحسنين اللي ساهموا يعني في هذه الفرحه. كنشكرهم بزاف بزاف من القلب العميق، كنشكرهم بزاف خويا. كنتمنوا ان ان شاء الله ان شاء الله. شكرا خويا، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم ليلى اكربال. عضوه في نادي بنو خلدون للمسرح. الشعور بالفرحه لان الفرصه تحت لبعض الاطفال اللي ما تحتش لهم بعض الفرصه من قبل انهم يرفعوا على رؤوسهم بعض الانشطه، وكذلك اللي نيل بعض الجوائز، وهذا الشيء كامل باش يفرحوا قلوب الوليدات الصغار في هذه المناسبه الكبيره عند الله. يعني الاطفال دابا فرحانين يعني باش حسيتوا نتوما؟ بالنسبه لي شخصيا والناس كاع اللي معايا حسينا حنا بالفرحه، لاننا حنا هذا الشيء كنا كنبغيو ملي كنا صغار. يعني ملي كنا يعني كنشوفوا شي حاجه فيها ترفيه، شي الكلون، يعني حنا ملي يعني داك الشيء كيعطينا واحد الفرحه، يعني ذاك النهار ملي كنمشيو كنبقاو نعودوا على ذوك المشاهد اللي شفنا. كلمه للمحسنين اللي ساهموا في الحفله هذه. الكلمه للمحسنين غنقول لهم الله يجازيكم بخير لانكم عطيتوا الالتفاته لهاد الوليدات ولهاد الناس اللي انا عمرهم ما تحت لهم هذه الفرصه لوليدات هاد المدارس، والله يجازيكم بخير وفي هذه المناسبه الكبيره عند الله.